نباشر المذبح الجهوي ببلدية حاسي بحبح في ولاية الجلفة في إطلاق أول عملية لذبح 3000 رأس من الأغنام المستوردة من دولة رومانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى 73 رأس بقر والمؤشرة من مؤشرة من طرف البياطرة، حيث سيتم تسويقها عبر عدة مراحل عند نقاط البيع المحددة بعد أن يتم تسقيف سعر كيلوغرام الغنم عند 1850 دينار جزائري نقاط البيع المحددة وبأسعار توافق القدرة الشرائية للمواطن. المزيد مع زكريا مداح. أول عملية تاع الدفعة الأولى من اللحوم الحمراء التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، والهدف منها هو يعني توفير هذه المادة بالوفرة اللازمة وبالكمية اللازمة لفائدة كل المواطنين. اليوم استفادت الولاية ب 3000 رأس غنم وأيضا 73 رأس بقر. هذه الأغنام جاءت من رومانيا ومن إيطاليا، حيث كل يعني رأس غنم بالشفرة تاعو وأيضا بالجواز الصحي. تقريبا 3000 رأس غنم الآن موجودة. الآن قمنا اليوم ببداية انطلاقة عملية الذبح، وتلاحظوا هذه الكمية الآن مؤشرة من طرف بياطرة، هي لأن اللحوم هذه جد ممتازة. اليوم راكم تشاهدوا عندنا انطلاق عملية ذبح الأغنام المستوردة، حيث انطلقت العملية اليوم، حيث تقوم هذه المصالح بتفتيش اللحوم ومراقبتها والتأشير عليها.